هاي احلى خبر العالم، كيف كان صلتكم؟ كثير منا حنت عم تشوفوا فيديو اليوم. اليوم الفيديو رح يكون عن قصة الساحرة المشعوذة، لكن قبل ما نبلش بالفيديو ما صارت الفيديو لك كثير كبيرة، شركة حب تعرفوا سبسكرايب عشان ما ضايق قبل نزع القناة، وفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات اول ما بنزل فيديو جديد. بحبكم كثير ويلا نبلش. لقد فتح، لقد فتح، يا الهي لقد حبسوني هنا لمدة 20 سنة، سوف اريهم. يجب علي ان اذهب قبل ان ياتوا. ماذا سوف افعل؟ حسنا حسنا سوف أرى جرعتي. لقد انتهت. حسنا حسنا لابد أن هذه سوف تفي بالغرض. سوف أشربها. الحمد لله لقد وفت بالغرض. وهنا الملابس التي سرقتها منذ 20 سنة، يا إلهي كنت أميرة جميلة، لكن لقد فعلوا ذلك بي. سوف أريهم، يجب علي أن أفعل شيء. حسنا سوف أرسم الخطة في عقلي ثم أنفذها. الخطة هي أنني يجب علي أن أدخل إلى القصر كأنني أريد أن أتقدم للعريس، أو أنني سوف أريد أن أتزوج العريس. نعم يجب علي أن أتزوج الأمير، يجب علي أن أفعل ذلك. سوف أخرج من مخبئي. يا إلهي بسرعة، سوف أخفيه، سوف أخرج. حسنا سوف أغلق كل شيء. يا إلهي لقد وقف قلبي، يجب علي الآن أن يجب علي أن أدخل. يا إلهي حسنا هيا. من أنت؟ تفضلي. لقد أتيت من مكان بعيد جدا. أتيت أولا، أنت الملكة هذا صحيح جلالتك؟ نعم تفضلي، ماذا تريدين يا عزيزتي؟ وأنت الملك؟ نعم. أنت لقد أتيت هنا، أريد أن أرى ابنك. و أتريدين أن ترى ابني وتتعرف عن بعضكما وليتزوجك، هذا صحيح؟ أنا فقط أتيت حتى يراني إن أحبني أو لا. انتظر قليلا، أبحثين عن ابن الملك. نعم ألست هو؟ أنا هو ابن الملك. حسنا لقد أتيت لأتعرف عليك، طبعا قبلت بذلك. و حسن حسن لا تتلبك كثيرا، عن اذنك يا امي. حسن يا ابني. مع سلامة جلالتك، سوف اعتق بعد قليل. هيا تعالي معي، لا تخافي، تفضلي هنا. شكرا لك. لم تعرفيني عن نفسك، عرفيني. انا اسمي جميلة، لقد أتيت من مملكة بعيدة، أنا أميرة. أن اسمك جميل جدا. شكرا لك. أتيت فقط لأتعرف عليك، هل ستحبني أو لا؟ لأنني قد سمعت أنك تبحث عن عروس لك أو هكذا. لا تخجلي، لا تخجلي، أنني لست كبعض الأمراء، أنا أحب الفرح والمرح وهكذا. شكرا لك. حسنا دعيني أضع لك بعض من القهوة، تفضلي. شكرا جزيلا لك. وهذه لي. حسنا وماذا أيضا؟ أعرفيني عنك وعن عائلتك وعن كل شيء. حسنا، وبعد أن تعرف على بعض؟ لقد تشرفت بمعرفتك، وأنا أيضا تشرفت كثيرا. يمكنك أن تزورينا في وقت لاحق إن أردت غدا، لأنني صراحة أحببتك وأحببت تصرفاتك وكل شيء بك. شكرا جزيلا لك. لا أعرف ماذا أقول لك، لكن حسنا لن أرفض لك طلبا. سوف أتي غدا إن أردت. طبعا لقد طلبت منك هذا. حسنا لا تخافي، سوف أطلب من الحراس أن يصلوا بك إلى المنزل. لا لا، هناك سوف يأتي حارس من منزلنا وسوف يأتي ويأخذني. حسنا تشرفت كثيرا بمعرفتك، يمكنك الآن أن تذهبي. شكرا جزيلا لك، وسعدت أيضا بلقائك وبتعرف إليك. حسنا لا شكر على واجب، هيا إلى اللقاء. إلى اللقاء. يا إلهي لقد نجحت خطتي الأولى، لكنه يا له من أمير، إنه أمير حنون جدا، لا أعرف كيف سوف أنتقم منهم. هل من الممكن أن تفشل خطتي وأقع في حب هذا الأمير؟ لا أعرف. حسنا لا أعرف الآن، المهم الخطة الأولى لقد نجحت بأنني قد أوقعته بحبي، سوف أتي غدا. حسنا
وبعد أن تعرف الأمير على الأميرة وأتى موعد العرس. وبعد انتهاء العرس، آه يا إلهي لم أتوقع حدوثي هذا. لقد نجحت الخطة رقم 2. حسنا يجب علي الآن أن أتظاهر، لن أتكلم صوت عالي. يا إلهي سوف أتزين له. يا لي من فتاة جميلة جدا. إنها فتاة غبية الملكة، لكن لا أعرف ماذا سوف يحدث لي. سوف أضع الكثير من العطر. هكذا هكذا هكذا. إنني فتاة جميلة جدا فعلا. حسنا لن أقوم بفعل ذلك. لا أتخيل أنني قد أخذت غرفة الملكة. أوه يا إلهي. حسن حسن سوف أنتظره وسوف أبقى هنا. مرحبا حبيبتي لقد أتيت. أهلا. حسنا حسنا كيف حالك؟ ألا تقولي لي أنك تعبة من العرس؟ بما أنك جيد فأنا جيدة. شكرا لك يا عزيزتي، لقد تعبنا كثيرا اليوم، يجب علينا أن ننام لأن غدا سوف يكون يوما جميلا معك. حسنا حسنا. هي لك من جميلة فعلا، هيا تعالي لننام. تصبحي على خير وأنت بخير. وبعد مرور ساعة من النوم، إنهم فعلا مساكين لا يعرفون ما الذي سوف يحدث بهم. سوف أستولي على عرشهم وسوف أكون ملكة. سوف أقتل الملكة وسوف بعدها يأتي الدور عليك أيها الأمير. إنني فتاة جميلة، أوقع الكل في جمالي وفي حبي. يا لي من سعيدة. يجب علي غدا أن أقتل تلك المرأة. يجب علي فعلها. حسن سوف أنام قبل أن يحس علي زوجي. يا إلهي. وفي صباح اليوم التالي، صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير عزيزي. لا أعرف أمي أين، لقد تأخرت كثيرا. سوف أذهب لأراها. أأتي معك؟ لا أنا سوف أذهب أراها. أذهب أراها، سوف تجدها جميلة جدا ملقاة على التخت. أمي حبيبتي لماذا تأخرتي؟ أمي هي استيقظي. أمي حسن، أمي استيقظي. استيقظي أمي. أمي ماذا بها؟ أمي بالعادة تستيقظ بسرعة، وأيضا إنها غريبة جدا، كل يوم تستيقظ الساعة 3 صباحا. أمي استيقظي. أمي يا إلهي إنها لا تتنفس. أمي إنها لا تتنفس. أمي عزيزي ماذا جرى؟ عزيزي لماذا تبكي؟ عزيزي ماذا تبكي؟ لقد أمي توفت. ما الذي حدث؟ قل لي ما الذي حدث؟ أمي هي أصدقتي. أمي إنها لا تتنفس. أمي الأحسن لا تبكي أكثر من ذلك، سوف أبقى وحيدا بعد الآن، ليس لي غيرك. الحمد لله لقد جهدت عرسي ثم توفيت. أنا أحبك كثيرا يا أمي. وبعد مرور شهرين، أنا دورك يا زوجي، يجب علي أن أخنقك. سوف ترى ما الذي سوف يحدث. سوف ترى العجائب. لقد حبستموني 20 سنة. 20 سنة لقد حبستموني في سجن لوحدي وأصبحت بشعة جدا. 20 سنة، لماذا أنتم ظالمون هكذا؟ من حقك أن تموت كما ماتت أمك، يجب عليك أن تموت. أنتم ظالمون جدا. لكن لن أنسى أيضا أنني قتلت شخصا وهو أبيهم، لذلك قد قتلوني. لقد سمعتك أيها المرأة، لماذا فعلت ذلك؟ لقد حبستموني 20 سنة، لكن لماذا فعلت ذلك؟ لقد قتلت أنت أبي، لذلك تستاهلين 20 سنة التي قد حبست بها. لكن ما الذي أفعله؟ يجب عليك أن تموت أنت أيضا. سوف أريك ماذا فعلت ذلك. يجب عليك أن تموت معهم وأعاقبكم جميعا.
لا يكفي انك قد قطعت امي. هاي يجب عليك ان تموت. الذي اخطر تستحقين ذلك بصراحة، لقد احببتك من كل قلبي، انت تستحقين ذلك. لقد قطعت امي وابي والان اصبحت وحيدا. يا الهي ما الذي فعلته؟ شكرا لكم وصلنا نهاية الحلقة، واتمنى لكم استمتعتوا وحبيتوها. اذا حبيتوها حط لايك كبيرة، شاركي حب تعرفوا سبسكرايب عشان ما تضيعوا نزوة اخرى، وفعل زر الجرس لنصلكم اشعارات اما منزل فيديو جديد. وبحبكم كتير كتير وبس، ويلا سلام.